على الناس أن يتقيدوا بما يلزمهم به ولي الأمر، وذلك حفاظا على أرواحهم وعلى الرعية، أن يأخذوا به من الإجراءات التي يتخذها ولي الأمر. ولذلك عمر رضي الله عنه لما انتشر الوباء، وليعلم أن الحكم فيما وقع في عهد عمر هو الطاعون، والطاعون هي أورام يتلون بها الجسم في الآباط أو في غيرها فتقتل الإنسان بأمر الله عز وجل، فيدخل فيه كما قال بعض العلماء كل وباء عام في منطقة ما انتشر فيفضي إلى الموت، فإنه يدخل في مثل هذا الحكم، ولا يحصر على الصحيح بالطاعون، وإنما المرض الذي يعتبر وباء يحصل به الموت ويعم به فإنه يعد وباء. ولذلك عمر رضي الله عنه لما أراد أن يدخل الشام أخبر فاستشار الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك رجع لم يدخل الشام حفاظا على الصحابة. ولذلك لما استشار أكثرهم قالوا معك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الناس، فكيف تدخل بهم في الشام؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حتى لو اتخذ ولي الأمر إجراء بمنع أحد من الدخول حتى لا يعدي الناس فإن له ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لما أتى وفد ثقيف لكي يبايعوه وإذا معهم رجل مجذوم، المجذوم مرض يصيب العضو أو الأعضاء فيفقد هذه الأعضاء حواسها فتتناثر وتتساقط منه وهو مرض معدي، فقال عليه الصلاة والسلام إنا قد بايعناك فلا تدخل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام منعه من الدخول. أما ما جاء في سنن أبي داود من أنه عليه الصلاة والسلام أخذ بيد رجل مجذوم ووضعها معه في الإناء وقال كل ثقة بالله وتوكلا على الله، بعض العلماء جمعه بين الأحاديث الأخرى، لكن صحيح أن هذا الحديث ضعيف لأن فيه مفضل ابن فضالة وهو رجل ضعيف. إذن هو عليه الصلاة والسلام نهاه أن يدخل المدينة وقال عليه الصلاة والسلام إنا قد بايعناه.